هذا وقد أكدت عائلة هجرس وقوفها المطلق مع قائد المسيرة الحضارية والتنموية لجلالة الملك المفدى، مؤكدة استنكارها ما بثته قناة الجزيرة والمحاولات اليائسة للزج باسم المملكة الغالية في كل ما هو غير صحيح وغير لائق، مجددة ولاءها المطلق لجلالة الملك المفدى، مؤيدة كل الإجراءات التي تتخذها المملكة لردع المحاولات المكشوفة والواضحة للجميع. ودمت يا صاحب الجلالة ذخرا وسندا.